وسعيا من فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء للحد من العبث بمقدرات الدولة واستمرار الأعمال التفتيشية، قام الفريق بجولة تفتيشية في إحدى أحياء منطقة جليب الشيوخ، ضبطوا خلالها عدة سرقات للتيار الكهربائي وخدمة المياه. نعم، أحد الضباط القضائيين في الفريق أكد أن الإجراءات مقتصرة على تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، في حين ستتم أعمال القطع لاحقا مع عودة الدوامات والبدء باستقبال المراجعين. تتعاون وزارة الكهرباء والماء ممثلة بفريق الضبطية القضائية مع وزارة الداخلية في ضبط المخالفين في أكثر من منطقة. هنا في منطقة جليب الشيوخ يجول فريق الضبطية القضائية على مدار الساعة للكشف عن التجاوزات والتعديات على خدمتي الكهرباء والمياه. حصل اليوم بأن مخالفة واضحة هي عبارة عن توصيل الماء بشكل مباشر بدون وجود عداد خاص بالوزارة، لأن هذه تعتبر ظاهرة تعدي على ممتلكات الوزارة، فاحنا قمنا بتحرير مخالفة بحق صاحب العقار المخالف. خدمة المياه والكهرباء، الشاليهات والسيايير المهملة والمواد السكراب تعيق دخول المهندسين الفنيين اللي عمل صيانة محطات الكهرباء. في حالة وجود تعديات ما راح نقدر نسوي صيانة، أو أن في حالة انقطاع التيار ما نقدر ندش المياجر المحطات. نضبط المخالفة ويسجل تقرير فريق التعديات ونسجل تقرير الضبطية القضائية، البلدية يزيل التعديات بنفس الوقت. أكثر من مخالفة للكهرباء والماء ضبطت في هذا الموقع، وأكثر من تعد على التيار الكهربائي ضبط في هذه القصيمة بالتحديد. حاليا احنا في الموقع هذا في يوجد ثلاث مخالفات، الاولى منهم كسر العداد، اما الثانيه فهي توصيل مباشر للتيار، والثالثه تغيير حجم القاطع والفيوزات. حاليا بس بالظروف اللي هي كورونا وكذا راح نوقف القطع، ولكن اول ما يفتح الحظر راح نقطع التيار، لان منطقه الجليب تعتبر من المناطق المحظوره يعني. فريق الضبطية القضائية وإن كان لا ينفذ أعمال قطع للكهرباء والماء عن القصائم المخالفة حاليا بسبب أزمة كوفيد-19 وكون مؤسسات الدولة مقفلة لاستقبال المراجعين، إلا أن جولاتهم التفتيشية مستمرة على مدار الساعة ولن تتوقف. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.